أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف والعلاج ل 2816 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، بينهم 1505 حالات تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة و 1311 حالة في المدينة المنورة. وأوضحت وزارة الصحة أن 4 حجاج فقط استجابت حالاتهم التوجه إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد أي حالات محتجزة بالمستشفيات.